السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه نتوما لاباس؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. وكي كنقول لكم دائما داك الشعر، واخا نمشي ونرجع ونتعطل اولا ما نجيش يعني مده، اليوم يكون خير من البارح. مرحبا بكم معنا، مرحبا بكاع الناس اللي كتشاهدنا وكاع الناس اللي متبعانا، وسمحوا لنا الا تعطلنا عليكم هذه المده كامله، لان كنا شرحنا لكم الموقف شنو هو. كان المرض الوالد، وكان يعني كنت كيما قلت لكم كنوجد المحل ديالي اللي غادي نرجع للخدمه ديالي. وبما اننا وجدنا المحل واليوم ان شاء الله غادي يكون الافتتاح ديالو، قلنا لي مالا انا نشارككم معنا كلشي. انا غادي نوريكم دابا الصالون هادي غير يعني كيفاش جا، كنتمنى يعجبكم وان شاء الله يا رب الكريم ملي غادي نديرو الافتتاح مع ديك السبعه ديال العشيه، ولا يلا دابا ديال الخمسه سبعه ديال العشيه اولا سبعه ونص بحال هكا، برد شويه الحال حيت راه الحراره راكم عارفين هاد الايام هادي جبناها مع 46 ديال درجه الحراره، وان شاء الله ونخليكم معنا. الصالون ديالي اللي درت ديال الحيلقه والتجميل فيه كلشي، فيه المساج، فيه الميكرو بليدينغ، فيه لو جيل، فيه ميكاب ارتيست، فيه يعني داكشي لاكواف كامل كلشي، سوان ادغافاسيل، يعني فيه كل حاجه اللي بغى شي حاجه كاينه. ومرحبا بالجميع، انا غادي نوريكم الصالون ونخليكم تشوفوا بعينيكم ونشوف، نتمنى كما قلت يعجبكم. ما تنساوش وما تنساوش ما تنساوش الموعد ديالنا مباشره ان شاء الله، الافتتاح غنديروا لكم مع السبعه اولا السبعه ونص، يعني هاد التوقيت بحال هكا غير برشي شويه الحال. مرحبا بكم معنا وشكرا لكم، وما تنساوش بارطاجيو اشتركوا فعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالنا. خليكم معنا شوفوا البيت وكاينين كيف ما، المهم شوفوا بعد هادي ونرجعوا في الاخير نكملوا الهضره ديالنا. خليكم معنا. Thank you.
شفتوا خوتي خواتاتي، نتمنى يكون عجبكم الصالون اللي درنا اللي هو على قد الحال، وان شاء الله يا ربي. ومرحبا بالجميع اللي بغى اي حاجه مرحبا. وكاين حتى اليوم كما قلت لكم في الافتتاح كاين مفاجات زوينه، وكاين شويه ديال الموسيقى، واش كما كتعرفوا حنا عزيز علينا شويه ديال النشاط وشويه ديال الدقيقيه ولا عساوه، جبناهم حتى هما انهم باش ندير واحد الجو مع بعضياتنا. خليكم معنا تفوجوا معنا خوتي خواتاتي، هذا هو الجديد وهذا هو اللي خلانا اننا بعدنا عليكم هذه المده هذه. انا كنت اصلا باغي نبدل المحتوى، وكنت باغي ندير الخدمه ديالي اللي هي اللي كنت نخدمها من زمان، وصراحه كنبغيها ديوا المهنه ديالي. وقلت اني من نبقى نشارككم اي حاجه كنديروها في الصالون، اي حاجه واي جديد، اي يعني بروموسيون تكون في شي حاجه. وكيف ما قلت لكم في ما يكونوا غادي يكونوا عندنا ان شاء الله عروض، غيكون عندنا بزاف د الحويجات ان شاء الله جديده. يلا خوتي وخواتاتي خليكم معنا، نتمنى الفيديو يعجبكم وما نطولش عليكم، وحنا راجعين لكم وغنبقاو ديما معكم ان شاء الله. اي حاجه غنشاركوها معكم سواء في انستغرام او في الفيسبوك او لا في القناه اليوتيوب او لا مباشره الناس اللي غادي يجيو عندنا اللي بغى شي حاجه. يلا خوتي خليكم معنا وما تمشيوش وما تغفلوش علينا. السلام عليكم، موعدنا مع السبعه او السبعه ونص العشيه اليوم.